لم يكتف الاحتلال باعتقال رب الأسرة، فقد اعتقل الأبناء أيضاً. زوجة الأسير إياد الباو تحتضن ابنها عبد الله بعد الإعلان عن اسمه ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى. تحرر عبد الله اليوم تاركاً وراءه في سجون الاحتلال والده إياد الباو المحكوم 20 عاماً قضى منها 12 عاماً، وإخوته إسلام ومحمد وحمزة الذين تعرضوا للاعتقال أكثر من مرة. فرحة كبيرة الحمد لله رب العالمين إنه الاحتلال حرمني وولادي وجوزي مرة واحدة. الحمد لله فرحة كبيرة الحمد لله، وأمنا بالله إن شاء الله بتبييض السجون إن شاء الله، وأمنا بالله عز وجل إن شاء الله. فترة الحرب ما بعرف عنه إشي، بعرف إنه كان سجن نفحة من مكتب الشكاوى كنا نعرف، بس ما بعرف أي إشي. أكل وقمع أكيد بالأسرة، يعني إعداءات كثيرة بحق الأسرة. نحيي مقاومتنا في غزة اللي فرجت عنا إن شاء الله في هذه الأيام المباركة. الحمد لله رب العالمين، حيتنا لغزة الصامدة المرابطة. يخرج الأسرى يعانون من الإرهاق والتعب، سواء نتيجة التنكيل والتعذيب الذي يعانونه في الأسر أو نتيجة المعاملة القاسية أثناء إجراءات الإفراج عنهم. وضع الأسرى يعني صعب كثير، يعني والله ما بنوصف، يعني الاعتداءات عليهم كل يوم ضرب بدخلوا عليهم، وعقبات الأكل بجيبوا لهم مش أكل، وعقبات على المية كمان ما بفتحوش المية عليهم، وكل يوم تنقيل وكل يوم عقاب، كل يوم مش جديد. والله الوضع صعب صعب على الآخر، صعب جميع الأسرى، صعب من ضرب من الأكل من كل شيء، محرومين من كل شيء، والله صعب على الآخر الوضع، يعني بقدرش أحكي لك أكثر من هيك. الضرب يوم يوم ضرب، والكتل اللي بيرتكبوه والدم تعوير كل شيء. الوضع الأسرة بتمر في ظروف صعبة الأيام هذه، ناحية أكل، ناحية شرب، ناحية مية، ساعة واحدة بتيجي في اليوم، كهرباء بتيجي بعد الساعة 6-7، بتيجي 4 ساعات في اليوم الكهرباء. وضع الأسرة صعب جدا في داخل السجون، بدهم يوصلوا رسالة للخارج إن كل إشي بصير داخل السجون صعب جدا، وأتمنى هذه الرسالة تصل وتعمموها لجميع الناس، خلي كل العالم تعرف شو اللي بصير جوا السجون، شو بصير داخل السجين. بشكل عام الوضع بيكون سيء جدا، بيطلعوا الأسرة مع إطلاق كثيف لقنابل الغاز، وبضل الأسرة بأغلب الأسرة بكون معهم حالات اختناق، وبكون وضعهم الصحي نوعا ما بتدهور. نجحت الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرة، تحرر فيها 30 أسيرا وأسيرة، منهم 8 أسيرات و22 شبلا وطفلا، في وقت يأمل فيه الفلسطينيون نجاح الصفقة الكبيرة التي ينتظرها الجميع، والتي تضمن تبييض السجون الإسرائيلية بالكامل.